البابا فرانسيس يحل في واشنطن في أول زيارة له إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حظي عند نزوله من الطائرة في قاعدة أندروز في ماريلاند القريبة من العاصمة الأمريكية باستقبال الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونائبه جو بايدن، وحضرت الاستقبال زوجة الرئيس وعدد من مقربيه. زيارة البابا إلى واشنطن تأتي بعد قضائه 4 أيام في كوبا، ويعول عليه في المساعدة على تعبيد الطريق أمام عملية تطبيع العلاقات بين واشنطن وهافانا وإعادة بناء الثقة بينهما بعد أكثر من نصف قرن من الجفاء. وينتظر أن يلقي البابا فرانسيس كلمة في الكونغرس يوم الخميس وخطابا في مقام الأمم المتحدة يوم الجمعة.